كل التجارب، أنا عم بحكي بالنسبة لي شخصيا، كل الأحزاب المسيحية في هذا البلد، القوات اللبنانية، كتائب، القوات اللبنانية حزب مجرم، والكتائب حزب قاعد عم بيدور على محل يقعدوا فيه، والتيار الوطني الحر إلغائي، بده كل شيء لإله، بده كل شيء ملكه. كل التجارب أثبتت ليس هناك شريك حقيقي في هذا البلد إلا الوزير والنائب والزعيم سليمان بيك فرنجي، الذي ثبت ويثبت في كل الأزمنة وفي كل المحن وفي كل الصعاب وفي كل الشدائد، وهو شريك حقيقي في أي نصر للمقاومة، لأنه لم يتنازل عن هذه المقاومة لحظة واحدة لقاء أي شيء، ولم يطعن المقاومة في أي لحظة وفي أي استحقاق، بل كان دائما أمام المقاومة، لا يزايد، لا يبايع، لا ينافق ولا يهادد. هذا سليمان فرنجي. أنا تقدير الشخصي ليس هناك شريك مسيحي حتى الآن حقيقي على مستوى الأحزاب، على مستوى الشعب المسيحي وعلى مستوى المسيحيين على الرأس، لأنه في منهم شرفاء أمثالك وأمثالك كثير من الناس اللي بيطلعوا بالإعلام، إعلاميين وغير إعلاميين وشخصيات هم على الرأس من فوق، هم أشراف وأحرار، ونحن نفتخر بانتمائنا وانتمائهم إلى وطن واحد وشركاء في وطن واحد، لكن هيدي الأحزاب لقد خزلت لبنان في هويته وطعنت لبنان في هويته. شيلي سليمان بيك فرنجية على جنب وبعدين بتحكي بالأحزاب المسيحية الباقية، هو ثلاثة، القوات والتيار والكتائب.